السلام عليكم الإخوان. صباح مبروك. اليوم إن شاء الله نقوم بتلقيح شجرة التين كما كتشاهدوا، واللي كتسمى يعني هاد الفاكهة اللي نلقح بها كتسمى المرسيط بالكلمة المغربية. كنشدوا هاد الفاكهة وتنتقبوها وتنجعلوها واحد الشهر ديال الدوم، وكنوضعها في الكروم كما كتشاهدوا، انتما كتشوفوا جدتها. ومن بعد غادي نديها الكرم اللي زرعتوه هادي مدة سنة وثلاث أشهر، وكنوضع جوج حبات في كل شجرة. قبل ما نوضع الحبات غنوري لكم التومور ما شاء الله، انتما كتشوفوا هاي ولا يعني فيها ما شاء الله وليدات خارجين هما. وكنوضع هاد التين اللي غادي يعطيني واحد الذبابات صغيره اللي هي غتلقح لي الكروم من الجهه اللي كتبقى فيها الشمس كثيره. علاش؟ لان محد هاد المرسيط كيسخن وهو تولد لينا الحشره الصغيره اللي غتعطينا تلقح لنا الكرمه ديالنا كما كتشاهدوا انتما. كنوضع يعني جوج حبات حتى لاربعه حبات الشجره، لان الصغيره شجره مازال صغيره. وكنمشي حتى للشجره الاخرى، ها هي كنوضع فيها كذلك كما تشاهدون، هي تبارك الله ما شاء الله كيتولد، شوف الوليده ديالها زوينه. ولا بغينا نحافظوا على هذا الشيء باش يعطينا المردودية مزيانة، ضروري في هذا الوقت خصنا نلقحوه بهذه الذبابة، بهذه الذبابة اللي كتلقح الأنثى بالذكر، وما يسقطش لينا التومور ما شاء الله كما كتشاهدون الإخوان ديالي. اللهم بارك وزيد في ذلك، أعانكم الله. نتمنى أن هذا الفيديو وصل للجميع. المهم كنوضع هذا المرسيط ديما كنوضعو من جهة الشمس باش يسخن ويعطينا الحشرة بكثرة كما تشاهدون، أعانكم الله.